هناخد دلوقتي يا ولاد ضرب في مقارنة الكسور وترتيبها، ده علامة أكبر أو أصغر أو يساوي، تمام؟ أنا عندي الكسر دلوقتي 7/8 والكسر اللي قدامي 5/8، ملاحظين إيه دلوقتي؟ إن عندي مقامين شبه بعض، المقام الأولاني 8 والمقام التاني 8. طب أبص على البسط، أنا عندي المقام الأولاني البسط الأولاني 7 والبسط التاني 5. أصلا في الأرقام مين الكبير، الخمسة ولا السبعة؟ السبعة. يبقى الكسر اللي هو 7/8 يبقى هو الكسر الأكبر، ما فيهاش حاجة. طالما المقام عندي الاتنين زي بعض، الرقم اللي هنا هو الرقم اللي هنا، يبقى الرقم اللي فوق في البسط الكبير هو الكبير والصغير هو الصغير، دي ما فيهاش كلام خالص. المسألة اللي دي عندي 3/7 5/7، المقام عندي ايه؟ 1/7 و7، عندي 3 وعندي 5، مين الكبير؟ تمام، الخمسة، برافو عليك. طيب المسألة اللي بعد كده 2/5 وعندي ده واحد صحيح، طب هنعمل ايه في الواحد الصحيح ده؟ واحد صحيح ده لازم يتحول لكسر، طب احول الواحد الصحيح ده لكسر ازاي؟ احنا اتفقنا وقلنا ان الواحد الصحيح عبارة عن فوق زي تحت، بسط زي مقام، انا هجيب البسط والمقام دول منين اصلا؟ انا هجيب الرقم اللي هو انا هحطه فوق وهحطه تحت ده منين؟ هجيبه من المقام بتاع الكسر اللي قصاده. هنستلف المقام بتاع الكسر اللي قصاده، انا عندي الكسر اللي قصاده 5، يبقى انا هاخد الخمسه دي احطها فوق واحطها تحت هتديني واحد صحيح، يعني هتبقى 5/5 يساوي 1، 5/5 يديني الواحد. وارجع بقى ابص عندي مقام 5 و5، عيني على البسط، البسط عندي 2 و5، يبقى مين عندي الكبير؟ الخمسه. المسألة اللي بعد كده 7/9 7/5، نبص للمقام، المقام عندي هنا 9 وعندي هنا 5، ده كده المقام مش متساوي. طب نبص على البسط، عندي 7 عندي 7، هنا عندي المسألة دي البسط هو اللي زي بعض، طالما البسط عندي زي بعض يبقى أنا عندي الرقم الكبير ده اللي هو 9 هيبقى الكسر الأصغر، والرقم الصغير اللي هو 5 هيبقى الكسر الأكبر، يبقى أنا عندي لما يبقى البسط عندي الاتنين قد بعض أو البسط متوحد، البسط عندي الرقمين زي بعض، يبقى عيني على المقام الرقم الكبير هو الكسر الصغير والرقم الصغير هو الكسر الكبير، هنلخبط وهنعكس؟ اه هنلخبط وهنعكس عشان هو عندي عكس، يبقى انا عندي هنا مين اللي هيبقى اكبر، الخمسه ولا التسعه؟ خمسه ولا التسعه، يعني الكسر اللي مقامه خمسه تسعه ولا الكسر اللي مقامه خمسه؟ لا، هيبقى الكسر اللي مقامه خمسه هو الكسر الاصغر. ضع دائره حول الكسر الاصغر، 3/7 ولا 5/7؟ المقامات عندي متوحده، يبقى نبص للبسط، عندي 3 وعندي 5، يبقى مين الصغير عندي؟ طبعا التلاتة. 2/5 ولا 1/5؟ المقامات متوحدة، 2 ولا 1؟ مين الأصغر عندي؟ طبعا الواحد، يبقى 1/5. طب عندي هنا 2/5، 2/7، المقامات متوحدة؟ لا مش متوحدة، أنا عندي البسط هو اللي متوحد، يبقى هبتدي أعكس وهشوف الرقم الكبير يبقى هو الكسر الصغير والرقم الصغير هو الكسر الكبير. أنا عندي الخمسة هنا وعندي 7، الخمسة الأصغر ولا 7؟ الخمسة الأصغر ولا 7؟ هتبقى الخمسة هي الأصغر، يبقى الكسر اللي مقامه 5 هو الكسر الكبير، ماليش دعوة بيه، هو عايز الكسر الصغير اللي هحط عليه دايرة، يبقى أنا هحط دايرة هنا على المقام الكبير. 7/9، 7/2، المقامات متوحدة؟ برضه لا، البسط هو اللي متوحد، يبقى هبتدي أعكس، هبص مين الكبير هيبقى هو الكسر الصغير، والصغير هيبقى هو الكسر الكبير. يبقى 7/9 عندي هو الكسر الأصغر. النقطة اللي بعد كده عندي الترتيب، الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي. الترتيب التصاعدي عندي من الصغير للكبير، والترتيب التنازلي من الكبير للصغير. أول حاجة عندي الترتيب التصاعدي، رتب التصاعدين يبقى الرتب من الصغير للكبير. نبص الأول حاجة خالص المقامات، المقامات متوحدة تمام أوي، يبقى سهلة بالنسبة لنا، الكبير كبير والصغير صغير، ودي خلاص ما فيهاش كلام. 5/5/5/5 يبقى تمام. نبص بقى للبسط عندي، عندي 7 عندي 2 عندي 1 عندي 3، مين أصغر رقم في الأربعة؟ الواحد، يبقى هو أول كسر هاخده 1/5. بعد كده هاخد مين؟ عندي 7 عندي 2 عندي 3، الاتنين 2/5، عندي 7 وعندي 3، مين الأصغر؟ طبعا 3/5. اخر حاجة عندي 7/5. المسألة اللي بعد كده
على 5 واحد صحيح 8 على 10 هبتدي ابص على الرقم بس قبل ما ابص على الرقم عندي واحد صحيح عندي رقم صحيح طالما عندي رقم صحيح يبقى ما ينفعش ارتب لازم يا اما كله كسور يا اما كله رقم صحيح طبعا مش هينفع احول الكسر لرقم صحيح فالسهل ان انا هحول الواحد الصحيح اللي عندي ده لكسر اتفقنا ان الواحد الصحيح عندي هيبقى هنا كام على كام هيبقى 8 على 8 وابتدي بقى ان انا ايه ارتب عندي هنا 2 5 8 10 المقامات مختلفه لكن البسط هو اللي متوحد يبقى الكبير صغير والصغير كبير المقامات مختلفه والبسط متوحد يبقى الكبير صغير والصغير ايه كبير مين اكبر حاجه عندي هنا عشان هبقى هو هيبقى هو اصغر كسر عندي 2 عندي 5 عندي 8 عندي 10 يبقى هيبقى اول حاجه هاخدها 8 على 10 وهيبقى عندي دوت هو اصغر كسر عندي 2 5 8 مين الكبير عشان يبقى هو الاصغر 8 على 8 طب هنزلها 8 على 8 اكيد لا هاخد الواحد الصحيح وينزل واحد صحيح انا بحول بس عشان اعرف ارتب عشان يبقى كل كسور لكن لما هاجي انزل في الترتيب بنزل الواحد الصحيح اللي هو كاتبهولي في المساله بنزل اساس المساله بعد كده هاخد مين فاضل لي 2 و5 مين الكبير 5 يبقى 8 على 5 واخر حاجه 8 على الاثنين نيجي بعد كده رتب تنازلي طبعا رتب تنازلي ده من الكبير للصغير نبص على المسألة 1 على 5 3 على 5 1 صحيح 7 على 5 طبعا عندي 1 صحيح لازم احوله طب هيتحول ازاي؟ ابص عندي 5 5 5 يبقى الواحد الصحيح 5 على 5 برافو عليك طيب هرتب بقى من الكبير للصغير مين أكبر حاجة عندي هنا؟ المقامات متوحدة تمام يبقى الكبير كبير والصغير إيه؟ صغير 1 3 5 7 مين أكبر حاجة؟ 7 على 5 بعديها 5 على 5 5 على 5 تنزل 5 على 5 اكيد لا هتنزل الواحد الصحيح فاضل لي 1 وفاضل لي 3 مين اكبر الواحد ولا الثلاثه 3 على 5 تمام واخر حاجه عندي 1 على 5 المساله الاخيره عندي 9 على 10 9 على 2 9 على 3 9 على 5 بص على الرقم عندي مختلف طب البسط عندي متوحد طالما البسط عندي متوحد قلنا هنعكس وهيبقى الكبير هو الصغير والصغير هو الكبير. مين اصغر رقم عندي هنا في المقام عشان هيبقى هو الكسر الاكبر؟ مين اصغر رقم عندي في المقام عشان يبقى هو الكسر الاكبر؟ ال 10 ال 2 ال 3 ال 5 طبعا انا ما ببصش على البسط عشان البسط كله متوحد ده ما فيهوش كلام خلاص. ابص على المقام مين اصغر رقم؟ طبعا 9 على 2 هي اللي هبتدي بيها الاول. طب بعد كده مين الاصغر تاني 10 3 5 طبعا 9 على 3 يبقى الكسر اللي بعديه عندي 9 على 10 ولا 9 على 5 مين اللي اكبر الخمسه ولا ال10 في الحاله دي لما يكون البسط كله متوحد طبعا 9 على 5 واخر حاجه عندي 9 على 10 يبقى احنا خلاص كده الدرس بتاع مقارنة الكسور وترتيبها واتفقنا ان عندي لما يكون المقام متوحد يبقى الكبير كبير والصغير صغير واتفقنا لما يكون البسط عندي متوحد يبقى الصغير كبير والكبير هو الصغير. اتمنى تكون فهمتوا الدرس بتاع مقارنة الكسور وترتيبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.